صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. سبحان مصدر تنزيلي كما يعبرون عنه، معناه في هالمنطقة أو في هالموضع يحتمل معنيين. المعنى الأول سبحان يعني نزه، نزه الباري عز وجل عن العجز، لأن طبعا احنا نعرف أن مسألة الإسراء والمعراج مسألة مو عادية جدا سيمر بنا خلال البعث. الموضوع بالذات موضوع غير عادي تماما، فإذا كان غير عادي الإنسان يستغرب أن مثلا في فترة قصيرة يطلع النبي من مكة إلى بيت المقدس، أمر غير طبيعي وغير عادي. كأنه الآية الكريمة تقول للإنسان لا يخطر ببالك هالمعنى هذا، نزه الباري عن العجز، لأنه الله عز وجل قدرته لا تقف عند شيء، وخصوصا الأيام بعد أن أصبح الواحد من عندنا يرى أن البشر يقوى على اختراق السماء ويصعد إلى الكواكب ويقطع مسافات هائلة، نعم في أوقات قصيرة، فما أصبح المعنى من الأمور الملتبسة على الأذهان، مو فرد شيء يستغرب الذهن أبدا. كان الآية تقول للنبي صلى الله عليه وآله وتقولهم للمسلمين نزه الباري عن العجز الذي أسرى بعبده، أي على معنى. والمعنى الآخر المتبادر إلى الذهن، لا هنا سبحان كلمة تعجب، يعني وسائلهم اللي كانت شائدة آنذاك ما تسمح إنسان يقطع المسافات الشاسعة بوقت قصير جدا، فكلمة سبحان كلمة تعجب، يعني يتعجب عجيب، يعني كيف هالشكل يصير يتم هالانتقال بهالسرعة. طيب أما المعنى الأول وهو تنزيه الباري عن العاجز، الواقع احنا شوية يكون نطلع به من افقنا الى افق اوسع. شلون؟ لان احنا في افاقنا الذهنية المحدودة نتصور ان هاي امور صعبة ان تصير، لان احنا قدراتنا محدودة، لكن لما نتأمل قدرة الباري عز وجل انه احنا نستغرب شلون بشر يطير بالهواء، سيجينا خلال خلال البحث هالمعنى. هل استغراب هذا كن ننتقل به من آفاقنا المحدودة إلى الأفق اللامحدود، إلى الله عز وجل اللي بيده كل شيء ويقوى على كل شيء. فالآية تقول سبحان الذي أسرى. زين، هنا قد يسأل سائل يقول أسرى بمعنى مشى بالليل، السرى نعم السراية السفر بالليل، فلما تقول أن السراية عبارة عن السفر بالليل شنو معنى سبحان الذي أسرى بعبده ليلة؟ هو أسرى كاتب بعد ليلة، شنو الدعي إليه؟ يعني هاي خل أقرب لك المعنى، هاي مثل ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، طبيعي واحد عندما يكتب بيش يكتب؟ يكتب بيده، يعني ما يمكن يكتب رجله. إذا شنو الدعي بأيديهم؟ ليش؟ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم فخر عليهم الشق من فوقهم، ما محتمل ان الشق يخر من تحتهم وانه من فوقهم غير؟ شنو ده بعد من فوقهم شنو الحاجة الا شنو الداعي لهذا؟
هاي اسرار التعبير ما يعرفها الا الملم بالحضارة العربية اللي عنده المام بحضارتهم وتاريخهم ويعرف ان هاي التعابير تفيد التأكيد، تأكيد المعنى. كأنه القرآن الكريم احيانا مثل ما تقول له انت الواحد تقول له هذا الامر شويته انت بنفسك نبالي بتحاول ان اقرر اتأكد عليه المعنى. اذا لإفادة التأكيد ليس الا السراية كانت بالليل، سبحان الذي اسرى بعبده ليلة. طيب هاي يمتى صارت ومن اي مكان؟ وبعدين نعود الى فصول الآية. الحقيقة الإسراء يعني المعراج والإسراء ترى صارا في فترة واحدة، بس الإسراء هو عبارة عن الانتقال من مكة إلى المسجد الأقصى، والمعراج هو الطيران من المسجد الأقصى إلى السماء. نبالي ذاك المعراج وهذا الإسراء، وإن اثنين حصلا في فترة واحدة، وحصلا ليلة 27 من شهر رجب قبل الهجرة مش وقت بسنة، يعني مار على بعثة النبي صلى الله عليه وآله كان مار عليه آنذاك 12 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله عندما بعث أقام في مكة 13 سنة من بعد بعثته ثم هاجر، فقبل أن يهاجر بسنة صارت عملية الإسراء والمعراج. منين انطلقت؟ من بيت أم هاني. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي أوقات في بيت أم هاني بنت أبي طالب، لأن كان يجد النبي راحة نفسية في هذا البيت وفي أفراد هذا البيت، باعتباره نشأ به. أبو طالب كان هو اللي كافله، هو اللي يرعاه، كان هو اللي يتولى حمايته وحماية المسلمين بصورة عامة، مو بس حمايته، يعني الرواد الأوائل من المسلمين كان مدلهم أبو طالب ظلال للحماية، وإلا لولا حماية أبي طالب لأكلتهم قريش. صور دول اللي طاحوا بيد قريش تعرضوا إلى أنماط من العذاب لا حدود لها، أنماط من العذاب عجيبة يعني، وشنو أكثر من أنه لجمول الإنسان يشبحوه ويحطون تحت ظهره حجارة ويجون النار تحت ظهره حتى يبدأ ودك وظاهره يسقط على النار. تأمل أكو ألوان هاللون من التعذيب. اتعرضوا إلى الرواد الأوائل من المسلمين، لكن اللي بدأ يتولى حمايتهم ويدافع عنهم هو أبو طالب. وقف أبو طالب موقف عجيب، يعني التاريخ لو عنده شوية إنصاف يطي هذا الرجل منزلة لا تضاهيها منزلة أخرى. أتستغرب أنت تشوف لك فرد قلم مأجور يجي يعبر عن أبي سفيان شيخ الأرض، شيخ الأرض، ما الشكل يقول هذا حصلت لمنقبة لم تحصل لأحد. شنو هي؟ قال النبي قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. طيب النبي قال من ألقى سلاحه فهو آمن، من دخل داره فهو آمن، وشنو يستعن الآخرين؟ ما بيش يعني اللي ما يقاتل آمن، يطب البيت يطب البيت سلاحه بالشارع آمن، ومسألة ميزة، هاي ميزة نعم وميزة لا تعادلها ميزة. على كل حال تبقى هاي ثغرة من ثغرات تاريخنا المعروفة، نعرف أن التاريخ به ثغرات وهاي ثغرة من ثغراته، وانت انا اكد لك اذا ظلت تتبع الثغرات بتاريخنا الله وكيلك ايدك يعني توقع بعد تعجز مو الشكل من قد ما تكتب. فاحسن شيء واحد يريح اعصابه ويسكت ما يلاحظ هذا الامور، ولا اذا يلاحظهم يصير عنده 50 مرض مو مرض واحد. فعلا اذا تقرأ تاريخنا بس تتفاعل ويا تاريخنا الله وكيلك تجد اشياء عجيب، يعني تسلب من عندك ادنى حالة من حالات الاستقرار. على العموم الآية إذا تقول أسرى بعبده. طيب الإسراء تم من بيت أبي طالب، من دار فاخته أم هاني بنت أبي طالب، من هناك كان شوكت بعد صلاة المغرب ودخل عليه جبرائيل أوعز إليه بالقيام. جاء قال انتطي هذه الدابة، جاءه بدابة كما يصفها المؤرخون أقل حجما من البغل واكبر حجما من الحمار، قال له امتطها
انقطع تلك الدابة. زين هذا المعنى شوي خلنا نوقف عنده، لانه اكو صراع عند المسلمين ان الاشراء كان بالروح لو بالبدن. سبب الصراع شنو؟ سبب الصراع هو هذا، قلت لك ما كان فكرهم يتسع الى ان واحد يشيل الهواء. شلون يعني هذا طار بالهواء؟ شلون ما يصوروا هتأمل ذولا؟ ولن كانوا محدودي الذهن، وكانت انذاك معارفهم قليلة، وما عندهم تصور، قدر على التصور بان الانسان يمكن ان يخترق هالموانع ويطير. شاهدولا ما متنبهين الى ان هالكواكب الضخمة، الكواكب الضخمة اللي كل كوكب يكبر الارض مليون مرة ومليونين وخمس ملايين مرة، ومع ذلك معلق بالهواء. يتداشى الجاذبية. شنو يا شنو معنى الجاذبية؟ الجاذبية شنو؟ لا لما تسألك واحد عالم الى تخصص بالفلك تقول له الجاذبية شنو؟ والله ما ادري، لكن الجسم الكبير يجذب الجسم الصغير، غير هاي ما ولا شنو سر الجاذبية؟ شنو يعني؟ شنو معنى الجاذبية؟ سل اي عالم فلكي قل له بالله اعطيني فكرة عن الجاذبية، ما يعطيك فكرة اكثر من هذا، من ان اكتشفنا ان الجسم الكبير يجذب الجسم الصغير، وان الكواكب معلقة بالفضاء بدافع قوتين. القوة الاولى يسموها القوة الانتبادية الطاردة عن المركز، ها؟ يعني هذه من يفتر، اذا جسم اسطواني يفتر اكو بقوة تطرد عن المركز، عن مركز الدائرة اللي بيه، وقوة الجذب بتعادل هاتين القوتين وقفت الكواكب. غير هذا شنو ما يعرف؟ ارجوك هالضخم هذا، هالكوكب هذا الضخم المعلق بالهواء، هو اللي يقدر يعلق له كوكب ما يقدر يعني يرفع له جسم بالهواء؟ لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. فتأمل ذولا في واقع الامر كان عندهم الاستغراب ناتج من هنا، ان الاشراء بالروح لو الاشراء بالجسد. قالوا لا، الاشراء بالروح كان مو بالجسد. بعضهم اولا انقسم قال بالنوم مو باليقظة، يعني النبي رأى رؤيا كأنه اسري به، اسري به في عالم النوم، في عالم الاحلام. وهذا كلام عجيب متهافت، يعني القرآن الكريم ده يعدها معجزة، يعدها من معاجز النبي، يجعلها قضية من قضايا الفخر اللي يفتخر بها النبي. شنو معنى هو نايم وعاد شاف لطيف وانا ما اشوف لطيف؟ معنى ذلك اسري به الى السماء؟ فحكي يعني ما له طعم هذا، ما يقبل هذا الرأي. الرأي الثاني لا، ان الاشراء كان بالروح. لو كان الاشراء بالروح شلون يعبر عنه القرآن الكريم؟ سبحان الذي اسرى بعبده. طبعا عبده يعني الشخص المتشخص الكامل، ها؟ هذا المتشخص، هذا المتشخص بالجسم والروح، هاي من ناحية. من ناحية ثانية لو كان الإشراء بالروح شنو حاجته للبراق؟ نبالي وركب براق، الروح شنو حاجته للبراق؟ الروح مجردة من المجردات. خلي أقرب لك المعنى الآن. طبعا تفرق بين الكلمة وبين معناها. الكلمة هي الحروف، بفرض الآن كلمة ماء، كلمة سماء، هاي بيها حروف وبيها معنى. المعنى هذا هو من المجردات، الحروف الاطار اللي بيه المعنى. الروح من المجردات، مو فد شيء يحتاج ان يركب له على بغل او يركب له على واسطه نبالي، وانما يركب الانسان اذا كان متشخص بجسمه. وثالث هذول اللي يقولون الله عز وجل عرج بنبيه بروحه مو بجسمه، يروون رواية عن أم المؤمنين زوج النبي عن عائشة تقول ما فارقني بدنه ليلة الإسراء وكان نائم عندي. نعم، أولا منين هالحكي هذا؟ عائشة شو وقت تزوجها النبي؟ يريد يشدد ما يعرف شلون يشدد، يريد يتأمل يعني. تتأمل أولا شو وقت تزوجها رسول الله عائشة؟ كانت طفلة آنذاك، والنبي صلى الله عليه وآله عندما تزوج بعد ما دخل المدينة تزوج بعائشة، وين هاي؟ قبل الهجرة بسنة. فالرواية هي تكذب نفسها بنفسها. غريب اكو من هالنوع شيء عجيب يعني. فالغرض ان الواقع ان الاشراء كان بالكيان كله، يعني بجسده وبروحه اسري به. هسه يجي بعض الكتاب يقول ارادت السماء ان تعلمنا او ان تعطينا درس بان نتخذ الوسائط، يعني كان يمكن الله عز وجل ينقل نبيه. منين ينقله؟
من مكة إلى المسجد الأقصى كان ممكن ينقل بالهواء مباشرة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن لما يجيب البراق ويأمره بالركوب على البراق، نعم طبعا يريد يعلمنا أن الأمور لازم تمشي بأسبابها الطبيعية، أن نبتكر الوسائل، نشغل عقولنا ونبتكر الوسائل التي تنقلنا من مكان إلى مكان. هو حطنا القوى بالكون، بس أمرنا أن نشغل مخوخنا حتى نستنتج ونصل إلى نتائج طيبة، وإلا كان بيشعي الباري عز وجل أن ينقل نبيه بدون الواسطة، بدون البراق. هسه لما تجي إلى البراق تجيك الإسرائيليات. شنو هي الإسرائيليات؟ هاي الروايات، شلون كان البراق، شنو طوله، شنو عرضه، خطوطه لوين، هذا حكي ما نشغله، لانه فرد حكي لا ولا له ولا اخر. والواقع تفاسيرنا احنا بحاجه الى ان ننخلها، تفاسير بحاجه الى ان ننخلها حتى نغربلها حتى نخلصها من الاسرائيليات. وشلون تخلصها؟ انت ما تقدر تخلصها شويه، لو تصير عندك جراه وتصير ناقد يصير رده فعل، نبه لي، تصير ردة فعل اكثر بعد. شلون ردة فعل اكثر؟ ما طول مرة في الموضوع شوية، خل نحط اصبعنا على الدنبلة الى حد ما اتأمل. مولانا الان لما تيجي تريد تقول يابا ترى هذا الراوي اللي ترون عنه وهالقد مضبوط، اوه يصبح لك نبي الله، يقوم يأكدون عليه 10 مرات. انا ذكرت لك اكثر من مرة، قلت لك فد يعني من قد ما المؤرخين ذكروا شوية ظلم الحجاج وجرائم الحجاج، اجوا جماعة بالعكس صارت ردة فعل معاكسة، اجوا جماعة يأكدون بالعكس ان الحجاج عبقري من العباقرة وقائد ضخم من القواد يجب ان يشاد به، وقدمت حتى رسالات دكتوراه في الحجاج. بتصور تقولك يا اخي انت تلوث تاريخنا كله من اجل عصبية، ليش تجي الى التاريخ؟ لا الى التاريخ كله ليش؟ انت ما عندك نموذج مشرف تقدمه للمجتمع غير هذا النموذج؟ قلت متربي على ان تمجد الذئاب، هذا تمجيدكم للذئاب، اللي عنده مخلب وناب تمجدوه، اما اللي عنده نمط انساني يرتفع الى السماء هذا ما يلفت نظرك، ما يملى عينك، هذا يملى عينك المخلب والناب، طبيعي يعني. نعم يعني تصور هذول يسمون الاخلاق ضعف، يسمون الاخلاق يعني. انت لما تشوف لك كاتب مثل شفيق جبري يجي الى علي بن ابي طالب يقول علي بن ابي طالب ما كانت سياسته ناجحه، من الناجح زياد، هذا شنو عنده المنطق اللي عنده؟ المنطق اللي عنده ان هذا عنده سيف، عنده سكينه يمزق بها بطون الناس، هذا خوش ادمي عبقري. وين اما الانسان اللي يطلع واحد الى علي بن ابي طالب يوقف له باب المسجد يقول له شوف انا لا ابايعك ولا اصلي وياك ولا اتبعك بجمعه ولا جماعه ولا اطلع وياك الى جهاد، الامام علي عليه السلام قال له انا هم ما اهيجك باذى ما دام المسلمين منك في امان، ما طول انت ما تشيء الى الهيئه العامه الناس منك في امان ما يعنيني انا، تحبني ما تحبني بكيفك، صلي وراي ما صلي وراي انت حر انا ما اجبرك. يا اخي هذا اكبر من عصره، هذا الرجل اكبر من عصره، دول يريد لهم البعران يبنون بعير، مو مصيبه انا البلاء يعني، هذا البلاء لنكن صرحاء، لان هذا الرجل تجيبه تحطه بهالمنطق هذا ما يقبل ذاك المحيط ابدا، ولذلك يعبر عنه فشل، يجي عنه شفيق جبري يعبر عنه هذا فاشل. ليش؟ لان هذا عطاء لا يحد، هذا عطاء لا يحد، لا يقف عند حد. يجي مجد المخلب والناب والظفر وهذا هو تعبر عنه على العموم اعود للموضوع. الواقع لما عرج بالنبي صلى الله عليه واله الله عز وجل اراد ان يعلمنا ان نتخذ الوسائط وان نستثمر عقولنا، وبالفعل تم المعراج، طلع النبي من بعد صلاة المغرب على البراق وانتهى الى المسجد الاقصى. المسجد الاقصى اولا ليش عبر عنه مسجد؟ عبر عنه مسجد لانه السجود كان يتم الى باتجاهه، والا هو هيكل سليمان، نبهلي
ايش قد المسلمين صلوا الى 14 سنة، يعني 13 سنة واشهر. يعني تأمل المسلم قبل ان تحول القبلة الى الكعبة كان المسجد الاقصى المسلمين يتجهون بسجودهم اليه، يسجدون نعم باتجاهه، كان قبلة المسلمين القبلة الاولى. فهذا المسجد اللي عبر عنه بمسجد، هذا الهيكل المسجد الاقصى يحتل عند المسلمين مكانة لا حدود لها. والفت نظرك لنقطة، ترى ذني المسجدين الكريمين اسسوهم العرب، ترى من بين شيئين لون. اولا الكعبة اسسها اسماعيل عليه السلام، ويرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل مو. فاسماعيل اول من تكلم باللغة العربية وكما ينصون عليه المفسرين والمؤرخين. طيب ثم اللي اسسوها للكعبة، وبعد وهذا منو اسس المسجد الاقصى؟ اسسوا اليبوسيين. اليبوسيين طائفة من طوائف الكنعانيين نعم، اللي كانوا وش وقت اسسوا؟ قبل الميلاد ب2500 سنة، قبل الميلاد ب2500 سنة. فاذا هذان يحتلان مكانة كبرى في نفوس المسلمين. المسلمين يقدسون البيت الاقصى المسجد الاقصى والكعبة الشريفة. طبعا الكعبة الشريفة اهم لانها اول بيت وضع للناس، يأتي من بعدها المسجد الاقصى. وهذا المسجد الاقصى في واقع الامر يعني تعرض الى محن كثيرة، وكان يطلع هاشا محنته الاخيرة ان اشير هذا الاشير هالاشر اللي موجود الى هذا المسجد يمتى يفك بعد ما تعرفته. كنا نهب على الزعيق وما ابتغى صرنا ننام على الزعيق ونهجه، 20 كفا حرة ما اوقفت مهوى يد مغلولة اذ تصفع. الشوط تملأه الشروج وانه دون الشروج لفارس يتطلع. على اي حال اسر هذا المسجد بقي اسيرا، والان تدنسه اقدام اليهود، يعني حفلاتهم الدائرة الفاجرة تقام في هذا المكان الطاهر في قبلة المسلمين الاولى اللي الله عز وجل جعل الاسراء اليها من البيت الطاهر الى البيت الطاهر، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. عبر عن القرآن الكريم قال الذي باركنا حوله. شلون يعني؟ كأنه اولا هو مهد الانبياء، يعني هاي البركة الروحية الواقع، هاي المنطقة هي مهد الانبياء، هذه المنطقة مهد من مهود الانبياء، فيها جملة من رسالات السماء جملة من عدها هنا، هذا وحدة. ثانيا بارك الله حولها ماديا ايضا الاشجار والخضرة والمكان الملائم في هذه البقعة الطاهرة اللي هي عزيزة جدا على المسلمين الذي باركنا حوله. طيب هنا يلفت نظرنا التعبير سبحان الذي اسرى بعبده. ليش يعني الباري عز وجل يؤكد على موضوع العبودية بالنسبة الى النبي، كأن العبودية تقدم على الرسالة. انت الان بالاذان مو تقول اشهد ان محمدا عبده ورسوله، تقدم العبودية نعم على النبوة. ليش؟ شنو السبب؟ يعني انت الواقع ما تعرف العبودية اللي تريدها الآية الكريمة الا تتنبه الى بعض اللمحات الواردة. شو يقول امام امير المؤمنين سلام الله عليه؟ الهي كفاني شرفا ان اكون لك عبدا وكفاني فخرا ان تكون لي ربا. طبيعي العبودية لله عز وجل، العبودية عبودية الله لا شيء اشرف منها، لان معنى عبودية الله شنو؟ يعني السمو بالانسان. الانسان اذا صار عبد من عبيد الله يعني تحرر من كل اقسام العبودية. انت ما تلقى لك انسان هابط بالحياة الا اذا لم يكن عبد لله. مثل ايش؟ يعني تأمل الان اكو ناس يعبدون غرائزهم، شلون يعبد غريزته؟ يعبد غريزة الانانية. يعبد غريزة الانانية. شلون يعني؟
خل اضرب لك مثل. المنصور يقول واحد من قواده صاحلي قال لي تعال انا اريد اروح الى مكه. طيب هاي اكو خزانه، هاي الخزانه احتفظ بها لا يكون واحد يعبث بها، اذا صار عليه شيء افتحها، جيب المهدي ولي العهد وافتحوا هاي الخزانه. طيب يقول راح ذهب الى مكه وهو هناك راح، نعم لما راح الى مكه توفي خلاص. فصحت للمهدي قلت لها وصيه المنصور وكنت نفتح الخزانه بوجودك كن نفتحها. قال نعم. يقول افتحنا الخزانه طلعنا من عدها 60 راس محنط المل العلويين لكبار العلويين قاطعين رؤوسهم وخارقين اذانهم، كل واحد حاطين باذنه ورقه وكاتبين بها اسمه واسم ابوه قتله والى اخره معلومات تتعلق به. زين 60 راس يقول هاي ريطه لما نظرت الى هذا ارتعدت والمهدي اصاب امتعاض. نعم ارجوك هذا لما يقدم على هذا اللون من الدم باي دافع هذا؟ هاي عبودية للذات، هاي انانية لا حدود لها. هذا لو لم يعبد ذاته كان قال انا واحد من هؤلاء، ليش انا ليش ألطخ يدي بدماء الناس؟ انبهلي ذولة اللي تلقاه يشفي قدام يعبد ذاته، اللي ينهب الاموال يعبد غريزة من غرائزه، اللي يعصي الله يعصيه من اجل غريزة. لتأمل انت اسباب العصيان، ارجع لاسباب العصيان كلها شنو الدوافع لها؟ غرائز، كلها غرائز. يو غريزة انانية، يو غريزة جامع، يو غريزة من غرائز البنوة او الابوة. تلقى دائما الغريزة هي اللي تخلي الانسان، دائما الغريزة هي اللي تخلي الانسان يعصي الله عز وجل. اذا العبودية معناها شنو؟ معناها وجود الانسان المتكامل نسبيا. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله عبد لله متخلص من عبودية كل اقسام العبودية. وفعلا طبع لي في اليوم عمر يقول ادخلت عليه شفت النبي نائم على حصير ورأيت الحصير قد انطبع في خده، نائم على الحصير ماكو شادة والحصير منطبع على خده، يقول دمعت عيناي. قال لي ليش دمعت عيناي؟ قلت له يا رسول الله هذا كسرى وقيصر يرفلان بالحرير والاستبرق وانت نبي الله وما عندك وشادة تنام عليها. قل لي على رسلك، هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا ونحن عجلت لنا طيباتنا. الحمد لله الانسان مو انسان بالوشادة، لا لا، انسان بما عنده من تكامل. نبهلي اتصور رسول الله صلى الله عليه وآله كان بوشعة ينام على عليا من الحرير، لكن تخلص من اقسام كل، ما كان عبدا الى غريزة من الغرائز قط، ما جمحت بغريزة، ما كان الا عبدا لله فقط، يقف حتى ينتفخ ساقه والقدم تتورم. يقول له يا رسول الله ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، يقول افلا اكون عبدا شكورا؟ هذا اللون من اقسام العبوديه. ما عند عبوديه من عبوديات من حكموا الانانيه ما موجوده عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتعرض الى مواقف غايه بالحرج، يتعرض الى مواقف غايه بالحرج. طبع عليه واحد من شعراء العرب من دخل عليه قال لا تجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينا والأقرع، وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداش في مجمعي. هذا العباس بن مرداش السلمي، هذا النبي صلى الله عليه وسلم وزع الغنيمة، أطى الأقرع وأطى حصن أو عيينة بن حصن، وهو شوي أخر عطاءه أو أطى أقل منهم. قال عجيب، تجعل نهدي ونهدي العبيد، العبيد فرسه، يعني اللي انا حصلته بتعبي وفرشي شيلة الطيل ذولا ما كان ابوي دون هؤلاء، ما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداش في مجمعي. النبي تبسم
يعني هالشدة هالغلوة هالبداوة ما قابلها بالمثل. هذا لو طابل على واحد من الجبابرة سأقول له شنو مال أبوك أنت تشكي، اطرحوه ها اطرحوه يعني الموتى. زين التفت رسول الله صلى الله عليه وآله قال له على رشدك على مهلك يا علي اقطع لسانه، اضطرب هذا أخذه الاضطراب، أمسكه الإمام علي عليه السلام من يده أخذه وهو يضطرب، قال له أمنفذ في ما قاله لك رسول الله؟ قال له على رشدك أنا سأفعل ما أمرني به. جاب وهو مضطرب قال له هذا مبرك الإبل، خذ من الإبل ما تحب، معنى اقطع لسانه يعني شد حلقه مو شكل، تفضل هاي الإبل قدامك أخذ اللي تحتاجه، شي تريد خذ. فأخذه وانصرف ورجع. طبعا هذه مواقف تجسد النبلة بأسمى معاني، نبهلي ما بي يعني هذا ينبأك على أن النبي ما كان عنده نوع من أنماط عبودية الغرائز، لا عبودية أنانية لا عبودية غريزة أخرى أبدا، وإنما عبودية محضة لله عز وجل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. زين من بعد ما وصل النبي صلى الله عليه وآله إلى المسجد الأقصى صلى بالأنبياء والأنبياء كانوا في انتظاره، صلى بهم رسول الله. وعلى نظرية شو تنبه لها النقطة خلي أجليها لك، احنا عندنا الإنسان لما يموت ينزع هذا الجسد العنصري، هذا اللي نسميه الجسد العنصري، يعني هذا المتربي من الدم واللحم، هذا ينزع الإنسان لأن اللي يموت خوش يروح من عندما يروح من نشي، كل ما في الأمر الروح تفارق الجسد، الروح كانت متصلة بالجسد فارقت للجسد. زين إذا واقع الموت شنو هو؟ واقع الموت التفريق بين الروح والجسد، هذا الجسد العنصري يروح، لكن يلبس الإنسان يلبس الجسد المثالي. الجسد المثالي أيضا نسخة طبق الأصل عن الجسد العنصري، لكن هيكل مثالي يعني بتعبير آخر أثيري، يعبرون عن المعاصرين الجسم الأثيري، ويعبرون عن اليونانيين هرقليا كانوا يسموه. زين شنو معنى هذا؟ أنت الآن شوف يعني أحيانا شوف رؤيا حلم، شوف إنسان بشحمه ولحمه ودمه، فرض إنسان عايش الآن في شرق الأرض أو غربها، تشون تشوفه بأي شوفه؟ يعني تشوفه بجسمه، بجسمه المثالي مو بجسمه العنصري. الصورة المنطبعة بالذهن هي عن الجسم المثالي، وهذا الجسم المثالي في واقع الأمر رأسا يلبسه الإنسان من بعد ما يخلع الجنس الجسم العنصري، رأسا يلبسه ويبدو به بارز ويعرف به بملامحه. فالنبي صلى الله عليه وآله صلى بالأنبياء والأنبياء بأجسامهم المثالية، لأن الأنبياء طبعا ميتين، يعني مين القرآن الكريم يقول النبي انك ميت وهم ميتون، طبعا يموت بشر والبشر يموت، واذا مات خلع الجسم العنصري، اذا خلع شلون ينشاف بعد باي جسم؟ بهذا الجسم، بالجسم المثالي. فصلى بالانبياء وهم باجسامهم المثالية. وأكفت نظرك لنقطة ان هذا الجسم المثالي اخواني لا اشفد صلوات شوي ارفعوا اصواتكم لا بأس في الثانية الثالثة أشكر الله في صلاة بالأنبياء كانت بهذه الأجسام، يقولون صلى ثم بعد ذلك صار المعراج إلى السماء. هل قلت لك هنا عاد تجي الإسرائيليات وين راح وين مار وشلون مار؟ ها يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وآله إجا إلى السماء الأولى، التقى بمجموعة من الأنبياء، السماء الثانية، السماء الثالثة، وهكذا، ثم رأى ربه عز وجل. السار رؤية شلون رآه بالبصيرة ولم يره بالبصر، موضع خلاف شوية محبة طبي، فالخلاف عريض طويل عند المسلمين أن الله تبارك وتعالى يرى أو ما يرى، هذا من المسائل اللي لعب الدور ضخم، اللي لعب الدور جدا ضخم في تاريخ المسلمين، ما لنا مصلحة بها، ما يهمنا، علينا أن نتعبد بظاهر القرآن الكريم، ماكو حاجة نجي نبحث بأمور
ما تعود علينا بشيء. القرآن وصف الله عز وجل، احنا نأخذ الصفات التي رسمها القرآن الكريم. المهم يقول فرضت عليه في تلك الليلة على أمته 50 صلاة. لكن اللي يلفت نظرك أن النبي يقول لما رجع وجد لقيه موسى عليه السلام، قال له ماذا رأيت؟ قال له أنا الكثر وصلت إلى المكان الفلاني إلى العرش، بعدين الله عز وجل فرض على أمتي 50 صلاة. قال له كثير على أمتك، أمتك لا تطيقها، ارجع التروح اسأل ربك أن يخفف. وصعد النبي ونزل له 5، وصعد ونزل له 5، وصعد ونزل. العبارة تشوف يعني المسألة تلفت النظر شوية، يعني الرواية وايت. أولا النبي ما يتنبه إلها، ليش ما يعني رسول الله ما يعرف أنها شديدة على الأمة حتى يعلم غيره مثلا؟ إذا افترضنا بأن أفضل الأنبياء هاي الإسرائيليات شوية تجي تلعب دور، هاي اللي أقول لك هاي الإسرائيليات تلعب دور عجيب غريب في تاريخنا. والشهي مسألة بسيطة تنجرع، لكن أنت لما تقرأ بعض الإسرائيليات الغريبة، بعض الإسرائيليات العجيبة في بابات، يعني تستغرب وايد تستغرب. يعني مثلا أنا أعرف أن الله عز وجل قهر عباده بيش بالموت والفنى، مش لأن شنو معنى القهر؟ وهو القاهر فوق عباده، كيف يقهر عباده؟ بيش يقهر طبعا بالقوة. لما تجيني رواية تقول لي أن الله عز وجل ودى جبرائيل قال له روح إلى موسى اقبض روحه، وإجا جبرائيل إلى إسرائيل عفو ودى إلى موسى قال له روح اقبض روحه، وإجا إسرائيل يريد يقبض روحه سأله قال له تجاوز زورني لو تقبض روحي، قال له لا اقبض روحك. يقول رفع يده لطمة حتى فقع عينه، أرجعه إلى ربه بعين عوراء. طيب أرجوك أنا لما أقرأ هذا مصيبة، تقدر تقول أن هالشي روايات من هالنوع يا إخوان والله هاي بقائها ترى يخلق لنا مشكلة، بقائها هذا يشكك بقدرة السماء، بقائها يلخبط فكرنا كله من أول إلى آخر. بالبخاري هاي شيء يخلصها ما يمكن موجود هناك. طيب تسكت وتدعين وأمرك إلى الله، 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 طيب تسكت وتدعين.